حوالي 20,000 تلميذ وتلميذة موزعون على 48 مركز على صعيد جهة الدار البيضاء يجتازون ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا. هذا العدد يأتي ضمن 125,000 مترشح ومترشحة على الصعيد الوطني، وهو ما يناهز 44% من عدد المترشحين الحاضرين في الدورة العادية. انطلقت اليوم المواد الأولى بالنسبة لكل شعاب. تعرفوا بأن المواد اللي كدوز هي المواد المميزة للشعبة بالنسبة للمترشحين اللي هم مترشحين رسميين، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فكتنضاف المواد اللي هي مميزة للشعبة، المواد غير مميزة واللي كتتم على شكل امتحانات جهوية واللي غادي تستمر إن شاء الله يومين من بعدها 3 أيام ديال الامتحانات اللي هي الامتحانات المميزة لمختلف الشعب. عدد المترشحين والمترشحات على صعيد جهة الدار البيضاء على مستوى الرسميين ناهز 1670 من الرسميين، أما على صعيد الأحرار فعددهم يناهز 2422 مترشح ومترشحة. هذه الدورة الاستدراكية تأتي بعد سنة تميزت بارتفاع في نسبة الناجحين مقارنة مع السنوات الماضية. وصلت النسبة ديال النجاح بالنسبة للمدرسين 40%، وهي أول سنة اللي كتوصل فيها النتائج على مستوى الجهة ديال الدار البيضاء لهذا المستوى ديال 40%. واحد الدراسة مسبقة لهاد البروفيل هاد الجانبية ديال نتائج هاد التلاميذ اللي هما المستدركين تتعطينا واحد الأمل، على اعتبار أن ما يفوق واحد 5000 اللي هما عندهم معدلات تقارب ما هي بين 99.99 بالنسبة للدورة الأولى. من المقرر إذن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الامتحانات مباشرة بعد المداولات الخاصة بالدورة الاستدراكية والتي ستجرى يومين 15 و16 يوليوز الجاري. في خبر له ارتباط بالشأن التعليمي، أزيد من 4000 أستاذة وأستاذ ضمن خانة المستفيدين من الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم برسم سنة 10 و2000 حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.